في القرن السادس عشر قاد مارتن لوتر ثورة الإصلاح التي كان عمودها سولا سكريبتورا ومعناها الكتاب المقدس وحده واليوم يحاول المسلمون خوض تجربة مماثلة القرآن وحده سولا كوران أصحاب هذا التيار يسمونهم القرآنيون زعيمهم بامتياز هو الدكتور احمد صبحي منصور خريج الازهر وعمل فيه مدرسا والان يعيش في المنفى اضطرارا لا اختيارا مغضوب عليه من كل اجهزه الاعلام في البلدان العربيه ومؤخرا تم حذف حلقات ظهر فيها على احدى القنوات وتم تقديم اعتذار للمشاهدين عما ورد فيها نادى الدكتور أحمد صبح منصور بآرائه الصادمة والجريئة منذ الثمانينات من القرن الماضي وكل الذين ظهروا بعده وطالبوا بحذف أحاديث البخاري أو بتنقية التراث هم في الحقيقة صاروا على منوال ومنهج الدكتور أحمد صبح منصور استفادوا من تجربته وتأثروا به وبتياره بطريقة أو بأخرى لقد كان رائدا في هذا المجال ويحسب له أنه أخذ على عاتقه مهمة ليست باليسيرة وفي وقت لم يكن أحد يتجرأ على قول أي كلمة ضد التراث الإسلامي كله وبسبب مواقفه الشجاعة وآرائه المخالفة للتيار العام تعرض للهجوم ولإقصاء ولا زال إلى اليوم الدكتور أحمد صبحي منصور قد تتفق معه وقد تختلف معه، لكن شهادة للحق فهذا الرجل ضحى بحياته ومستقبله في سبيل ما يؤمن به. احتراما مني لهذا المبدأ، وتقديرا مني لهذا الرجل، رغم اختلافي معه في أمور كثيرة، قررت أن استضيفه ليس لكي أناظره. ولا لكي احاججه هذه المره لكن لكي نجري حديثا وديا عن تجربته التي امتدت الان لاكثر من خمسه سنه عمره اليوم وصل السبعين وبالتالي راكم تجربه غنيه بحلوها ومرها لذلك ارتايت ان نستفيد منها حتى لو كنا على خلاف معه في المعتقد فالخلاف في الاخير لا يفسد للود قضيه الدكتور احمد صبحي منصور سترونه في هذا الحوار كما لم تروه من قبل حوار نعرض فيه اراءه دون حذف او ترقيه دون اعتذار او حسابات دون رقابه او املاءات من احد لكي نقدم نموذجا يكسر الطابوهات ويكسر ما تعودنا عليه في اعلامنا العربي في هذا الحوار سنرافق الرجل في رحله نسمعه فيها بكل وضوح فمشاهده ممتعه للجميع ارحب بك الدكتور احمد صبحي منصور بعد هذه الغيبه الطويله مره اخرى في رحله اخرى يعني استضيفك فيها وده شرف لي مره ثانيه. اكرمك الله سبحانه وتعالى استاذ رشيد. انا الحقيقه انا مدين لك بانك انت يعني اعطيتني فرصه للشهره او لان يسمعني الناس لان الحقيقه انا ممنوع من الحديث في اي تلفزيون عربي أو كذا أو كذا. نعم. فالحلقات اللي أنت سجلتها معايا يعني أنا أعتبرها فضل. الله خليك. في هذه الحلقات أنا فقط أريد أن أنوه أنا شخصياً أحترمك وأعزك وأقدرك لأسباب كثيرة. شكراً. ليس لأني أتفق معك في العقيدة لكن لأنه أنت رجل مبادئ. واخذت معركه ونضال واديت ثمنه فانا احترم هذه الخصال جدا فيك. اولا نحن يعني يجمعنا شيء انا وانت اننا يعني نستخدم الحريه التي يعني منحها الله جل وعلا لكل فرد في ان يختار سوري الدين الذي يريده فانت خرجت من دين رفضته ودخلت في دين جيد. ونفس الحكايه معي انا يعني آه يعني كنت ضد التصوف بعد كده اصبحت ضد السنه واصبحت ضد كل ما يعني ما اسميه بالمحمديين يعني مارست حقي في اختيار م. الدين الذي آه برضو يجمعنا شيء اخر اللي هو السلام م. يعني انا في يعني في تصوري وفي ديني ان الاسلام هو دين السلام السلوكي بمعنى اي انسان مسالم فهو مسلم طالما لا يؤذيني ولا يخرجني من دياري ولا يقاتلني مم. مم. فانت لم تفعل هذا حتى الان <applause> ولن افعل ولن افعل ف... مع اي شخص <applause> فاحنا يعني مع بعض مشتركين في نفس الدين السلوكي نعم وبعدين صراحه يعني انت احيانا كثيره تبهرني باخلاقك يعني وده شيء انا مش متعود عليه مع الناس يعني <تصفيق> 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 لا احنا نريد ان نعطي مثالا في انه ممكن نختلف في كل شيء في كل فكره حتى لكن نبقى انسانيين تجاه بعضنا البعض ونحب بعضنا البعض ونحترم بعضنا البعض بالدبط. انا يحيي فيك هذا الحقيقه يعني انا اكثر واحد اختلفت مع نفسي <applause> انا يعني, يعني انا بديت يعني ازهري ولا زلت ازهري، هو الازهر هو بيخرج هو الذي خرج يعني تخرج فيه محمد عبده، وتخرج فيه احمد صبحي منصور، وتخرج م. فيه طه حسين، وتخرج فيها الشيخ عبد الرزق يعني فهو الازهر بيخرج من يخرجون عن المسار العام. م. وفي نفس الوقت القطيع الاكبر هو يعني من تشاهده. ف يعني انا يعني في نظري أن من المهم جدا أن يعني يحترم اختيار الإنسان، أنا بدأت يعني أزهري تقليدي لكن لدي أسئلة كثيرة جدا نعم. هذه الأسئلة لم أجد إجابات عنها في كتب الأزهر كنت طالبا وكان عقلي مشاغبا ولا نعم. فابتديت يعني جبل متراكم من الاكاذيب ومن الخرافات المقدسه ومن الابقار المقدسه عمره 1400 سنه تقريبا ابتديت ان انا يعني انحت فيها واشيل فيها شويه في شويه في شويه وكل شويه اختلف مع نفسي لا. يعني بمعنى في اخر كتاب حكمت عن حكمت 1985 على خمس كتب يعني اصدرتها وبسبب أنكرت وانكرت فيها شفاعه وانكرت فيها كذا وانكرت فيها كذا كان ضمن الكتب ديت كتاب عن آه آه يعني المسلمون بين العصر العصر الخلفاء الراشدين وعصر الخلفاء العباسيين ويعني مدحت الخلفاء الراشدين وكنت صادقا في مشاعري في مم. ذلك الوقت ومدحت الفتوحات آه الى اخر كتاب اول كتاب لي السيد البدوي من الحقيقه والخرافه ذكرت فيه انه احنا عندنا برضه حديث توافق القران الى اخره في في خاتمه الكتاب وقلت ان احنا نعرض كل الحاجات دي على القران الى اخره عشان خاطر حتى لاقع الشباب في صدام مع السلطه ده سنه 82 ااا آه يعني دلوقتي يعني هذا الكلام اختلف دلوقتي فالانسان بيخالف نفسه نعم فبالتالي لابد ان نكون متسامحا مع من يتخالف مع من يخالف نعم طيب رجوعا لبداياتك امتى تعتبر البدايه الحقيقيه للتغيير اللي حصل عندك لا هو هي سلسله من التغييرات لكن اذا كان هناك فضل فطبعا فضل الله جل وعلا سبحانه وتعالى آه لكن جزء من الفضل يعود الى حمق خصومي. مم. يعني آه هم حين يعني قابلوا اجتهاداتي بكل هذه الغلظه وانا آه يعني معتز بنفسي ومعتز بفكري وهم لا ليست لديهم حجه لكن لديهم القوه فده دفعني الى ان يعني آه ابحث هل انا مخطئ او انا على حق مم. فوجدت ان انا كل شيء على حق. فهم أصحاب الفضل في هذا يعني هو أنا أتخيل مثلا لو مثلا سنة 85 5 5 85 حين أصدروا قرار وقفي عن العمل وحالتي للتحقيق ومنع من السفر ومنع من الترقيع إلى آخره لو مثلا جم قبل ما يعملوا القرار ده وطبطبوا عليه وقالوا معلش يا أحمد وبتاع وما أعرفش إيه كان من الممكن يضحكوا عليه لكن تصرفهم بهذه الغلظة الغلظة وهذا الحمق قلت لهم لا أنا طلعوا أي كتاب لي طلعوا أي خطأ لي <applause> قال انت بتنكر عصمه النبي وعم نفسك معصوم انا لست معصوما بس طلعوا لي الخطا فين علموني فهي يعني يعني هو يعني تغييرات سلسله من التغييرات بدات يعني حتى من لما كنت طالب يعني لكن البدايه الحقيقيه ممكن تعتبرها من الثمانينات يعني اللي تكوين فكر تكوين م... لا هو م... الوصول الوصول الى ان القران وكفى ده بدا بعد يعني 87 <متحدث> اللي هو قبيل القبض علينا <متحدث> آه آه يعني آه كنت آه آه بعد لما أوقفت آه آه عن العمل وحرمت من كل كذا حتى المستحقات المالية بتاعتي إلى آخره فكنت بخطب في المساجد <متحدث> وكانت يعني تلاحقنا بقى الجماعات اللي هي بت... اللي هم ضدنا وتردونا إلى آخره يعني نعم. <متحدث> فبرضه نفس الضغط ده بيخليني كل شويه اشوف انا صح ولا غلط؟ ما مش معقوله يكون الناس دي كلها تحامير وانا اللي بفهم آه بس اه طبعا ما هو فبرجع للقران فكل شويه بقى يعني بلاقي ان انا ده انا مقصر فهو آه البدايه اللي هي اعلنتها في كتاب القران وكفى مصدر التشريع هي ده الثوره مم. هي دي الثوره وهل تعتبر حضرتك انك الـ الـ الباينير مثل ما, ما نقول يعني الشخص المؤسس لفكره القرانيين يعني لا هو يمكن اخر مقاله طلع من اول امبارح اللي هو عن اثر انكار السنه في مسيره الحديث في العصر العباسي طبعا تكلمت عن وجود قرانيين موجودين على طول لكن المشكله في إيه؟ المشكله في ان القرانيين حين ظهروا من اول ابو حنيفه كانوا مخالفين الاتجاه العام الدوله العباسيه كانت دوله يعني ادلوجيه دينيه سنيه نعم وكانت هي قبل ان تقوم الدوله العباسيه كالدعوه العباسيه تعتمر عدد الاحاديث ونشرها والمهد المنتظر الذي سينقذ العالم من الجور الاموي الى اخره ومن بعد كده ابو جعفر المنصور اسس الاحاديث وكان له مجموعه بتاع وقتل ابو حنيفه لان ابو حنيفه كان ينكر احكايه الروايه ولما انت ده كلامكم انتوا النبي م... لو كان الكلام ده قال النبي قاله انا أؤمن به فالمهم ان كان ال... يعني من ينكرون الاحاديث كانوا موجودين آه لكن وخاصه المعتزله في الوقت ده يعني آه لكن آه كان كانوا ضد آه يعني كان ضد التيار العام اللي موجود اولا آه وضد الدوله العباسيه ثانيا آه لكن الاهم من كده ان الذين قاموا بالتاريخ م. الدوله العباسيه كانوا من علماء الحديث م. يعني الطبري من علماء الحديث وسني سني قوي وابن الجوزي سني حنبلي ومحمد بن سعد في الطبقات الكبرى سني بل كان من اتباع اسمه ده ابن حنبل وهكذا فدول بقى تجاهلوا ما يعني تجاهلوا علماء العلماء من اهل القران حتى ابن الجوزي ذكر في المنتظم واحد بس وقال لك ان هو بينكر كذا وينكر كذا وقعد يشتم فيه. فحضرتك بتعتبر انه القرآنيين يعني موجودين منذ بداية الإسلام، آه. لكن لم يظهر لهم يعني منهج واحد أو شخص يقود هذا التيار إلى أن إلى لا هو يعني بدأتهم يعني يعني نعطي لمحة تاريخية سريعة. مم. يعني أبو حنيفة هو أول واحد أنكر نسبة الأحاديث للنبي. آه بعد كده ظهر ناس كثير وحتى الإمام الشافعي لكن اعتقد ببعض الاحاديث يعني لا, لا ما كان اي يقول حديث يقول لهم يعني طب ماذا كذا ماذا كذا الى اخره طبعا الدولة العباسية جت استمالت اكبر تلميذين لابو حنيفة اللي هو محمد بن حسن الشيباني و ابو يوسف وعملتهم قضاة ومشوا بقى احاديث الى اخره آه الشافعي آه آه لما آه ابو حنيفة قال السند ده غلط وبتاع ما ينفعش فجاء مالك وعمل موطا وعمل فيه اسناد للكلام بتاعه للنبي وجاء الشافعي توسع في هذا في كتاب الام وقعد يرد على منكري الاحاديث في الكلام بتاعه لكن لا يذكر فكان ده تيار يعني كان تيار موجود لكن المهم تيار يعني خفت خفت بسبب طبعا وجد طبعا المذهب السني او الدين السني وبعدين الدين الصوفي والدين الشيعي وتعرك مع بعض والى اخره لغايه لما بدا اول حاجه في مصر الامام محمد عبده. والامام محمد عبده يعني بدا يعني التنوير الديني بعد حياه حافله بالسياسه. مم. في اواخر حياته. وابتدأ يعني هو له تفسير الامام او تفسير المنار فسر في لغايه اظن الايه 100 من سوره النساء وبعدين تلميذه اللي هو اللي هو يعني ضيع كل حاجة أكمل اللي هو اسمه إيه ده رشيد رضا محمد محمد عبده قال لك كل طبعا جاب الكلام القديم اللي هو منسي قال لك كل الأحاديث أحد ولا يؤخذ بها وقال لك إن النبي لا يعلم الغيب إذا كل الحاجات دي كلها كذا ده في التفسير بتاعه في الجزء اللي فسره جه رشيد رضا ضيع كل الكلام ده فيما بعد وطبعا مشي مع عبد العزيز ال سعود وهو طبعا هو الاستاذ اللي عمل اخوان المسلمين واللي عمل انصار السنه الى اخره. نعم. آه، مدرسه الامام محمد عبده ذبلت يعني كان من مدرسته طه حسين كان مدرسته آه بتاع اسمه بتاع كتاب الاسلام وصول علي عبد الرازق ومصطفى مم. عبد الرازق وكان من اخر واحد بمدرسه الشيخ الشيخ آه شلتوت مم. يعني بس هي الشيخ محمود شلتوت ده الشيخ محمود شلتوت انا حضرته وانا طالب في اولى وثانيه اعدادي اساسا آه يعني كان في ملمح من ملامح التنوير لكن هي خفتت انا جيت بنيت على اللي عمله محمد عم وتجاوزته بمراحل طيب ومشكله الاحاديث تعود في اصلها، ناس كثيرة الان تتحدث عن البخاري وتتحدث بالاخص البخاري هو ياخذ قسط كبير من النقد من اصحاب الاتجاه القرآني او القريب من القرآني. لكن من هو الملام؟ اول واحد يمكن نرجع له فكرة جمع الاحاديث وخلق هذه المشكلة من الاصل يعني. يعني اول واحد عمل حديث هو هو مالك بتاعنا. بتاع المغرب او لا. احنا بنتبعه يعني في لا هو ملك هو ملك اولا املا المواطن يعني ملاه ملاه على كتير وفي طبعا نسخه يحيى ابن يحيى اللي هو من عندكم وفي نسخه الشيباني وفي نسخه اسد بن الفرات في 22 نسخه مختلفه من المواطن وطبعا جم عنده مدونه وجابوا كلام كثير وحطوه على قفا ملك ملك امنه لكن هو ما يعرفش يعني طبعا مش ممكن استحاله ان واحد من الذاكره بتاعته يقول لك روى حدثني ان فلان عن فلان عن فلان عن النبي مم. يعني ويذكر لك مثلا يعني يعني موطا مالك من روايه آه الحسن الشيباني ألف وثمانية وتم... ألف حديث مم. طبعا أكتر من كده في روايه يحيى اكثر من كده في روايه اسد بن فرات اكثر من كده في الروايات الاخرى آه مش ممكن واحد ده كله كذب يعني طبعا لنا كتاب موجود في الموقع عن هجس الامام مالك في الموطا مم. لكن دي بعد كده توسع بقى واصبح الاسناد يعني <applause> معترف به لما عملوا الشافعيه الشافعي هو النبي الشيطاني لدين السنه يعني سواء في الموسوعه بتاعت تعتبر الشافعي هو هو اصلا آه آه, آه, اه اه هو لان هو عمل حاجتين مهمين جدا الحاجه الاولى آه اللي هو الموسوعه الام دي حدود سبع اجزاء اظن على حسب ما اتذكر وبعدين الرساله بتاعته اللي عمل فيها تقعيد م. للدين السوري وعمل بقى ان الاحاديث دي هي الرسول وعمل الاحاديث دي تحاكمها على القران مما يسمى بالنسخ يعني م. طبعا احنا نفينا كل هذا الكلام طب وابن اسحاق بتحمله ما هو السيره كمان اشتهرت جدا يعني <applause> طبعا ابن اسحاق ده حبيبي قوي <applause> هو ابن اسحاق ومالك الاثنين عاشوا في المدينه لكن فارق ان مالك يعني من اصل عربي من الانصار وله مكانه ابن اسحاق من الموالي. مم. فكان يعني محتقرا. صحيح. آه لما جاءت الدوله العباسيه آه مالك افتى للثوار اللي ثاروا على الدوله العباسيه في محمد نفس الزكية عمل ثوره على الدوله العباسيه واخوه ابراهيم عمل ثوره في, في العراق آه كان ده في عصر آه ابو جعفر المنصور. آه مالك افتى لهم بان اذا بتاعتكم تعتبر باطله الى اخره. فعشان كده عوقب مالك وانضرب من الدوله العباسيه فيما بعد. محمد بن اسحاق سب يعني ترك المدينه, المدينة وراح, هناك وعمد السيره دي تلبيه بطلب المهدي اللي هو ابن ولي العهد يعني. آه ورسم فيها صورة النبي محمد على نفس مثال صورة أبو جعفر المنصور طبعا دي كتاب ممكن هيطلع فيما بعد أجيب نفس هنا وأجيب هنا هي نفس الحكاية طبعا كتب الكلام ده كله من دماغه مم. يعني ما جابش يعني هو طبعا هو كان هو متوفى 152 هجري نعم صح يعني بعد موت النبي مثلا ب 142 سنه مثلا طب مين اللي عرفه الكلام ده ما جابش ما نقلش من كتاب هو جابها من دماغه هو وملى اشعار بقى وملى حاجات وعمل حاجات يعني كوميديه حلوه قوي والاثنين الاثنين مالك مالك و... مالك كانوا على خلاف كانوا على اعداء بس هما الاثنين يعني آه يعني هم الاثنين يشتركان في الكذب الاثنين كذابين قوي لان مم. هم كل واحد منهم بي 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 بيجعل انه يروي عن ابن محمد بن شهاب الزهري وابن محمد بن شهاب الزهري يعني ترك المدينه مبكرا في عهد الخليفه عبد الملك بن مروان وانقطعت صلته بالمدينه خالص وظل يعلم اولاد عبد الملك بن مروان ولم يزر الحجاز الى 625 هجريه في في صحبة هشام بن عبد الملك ومات 125 لما ترك المدينة ما كانش لسه العائلة دي اتولدت أو يعني ما فهم كذابون أو هما كذابان في أنهم قالوا كنا وحدثني ابن هشام طيب عودة لفكر القرآن الآن انتشرت أو في هناك بعض الرموز الآن تتحدث عن السنة فيها مشاكل عندكم في مصر مثلاً وفي شباب مثل إسلام البحيري في واحد مثل الدكتور محمد شحرور في اتجاهات مختلفة في حتى المستشار أحمد عبده ماهر اعتقد ايضا بيضرب في السنة ويركز فقط على الاحتفاظ بالقرآن في دكتور عدنان ابراهيم ايضا بيحاول يعني رغم انه بينتقي يرفض البعض وبيخلي البعض ما رأيك في كل هذه الاتجاهات؟ يعني 1977 كنت وحيدا في جامعة الأزهر الذي ينتقد البخاري واستمر بقى فاتت وقت اكثر من, <applause> من 42 سنه انفجرت في وجهي كل الالغام م. لكن تعبد الطريق بعدي وكل الابقار المقدسه ديت كلها انا الذي الل ذبحت و... ودفعت الثمن انا ومن صار معي بعد كده اصبح آآ آآ بعد المفاجاه ابتدى الناس يعني يتصور طبعا انت تهاجم البخاري يبقى تنزعلك عليك لعنه من السماء فما نزلتش لعنه من السماء حيون درزة، فابتدى الناس <applause> حي <انت رزح>. ترزق <applause> الناس بقى يتشجعون وخصوصا بقى ان الردود علي هي ردود هي لغايه دلوقتي هي هي ان انت راجل مدفوع من جهات اجنبيه انت راجل عميل انت راجل مش باين انت عليك راجل... لحد دلوقتي خبيت الفلوس فين ليه اساس حلوه قوي لما نحكيها آه، فلقوا ان نفس اللي بيهاجمونا مش عندهم جديد وانا كل شويه بطلع كلام جديد فابتدا بقى الناس تتشجع في هذا وهو اول من تاثر بيها مش الاساتذه اللي انت ذكرتهم مع احترامي لهم كلهم جميعا لكن اول من تاثر به كان الدكتور مصطفى محمود م. وكان الشيخ محمد الغزالي م. الدكتور مصطفى محمود انا طبعا فصلت من ازهر عشان خاطر انكار الشفاعه م. وأزعت بقى انكار الشفاعه وعدم عصمه النبي كشخص وعدم القول بتفضيله على الانبياء دي الثلاث قضايا اللي انا في الازهر تجولت في مساجد القاهره والاسكندريه ودمياط والصعيد اقول هذا مم. وكتب بقى عني ولما اتحطيت في السجن اتقال بقى بينكر الشفاعه وكذا 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 خليني افتح قوس هنا لما كنت تروح عند عوام الناس مش يعني الشيوخ وبتوع الازهر ايه كان رد فعل انا انا يعني عندي فضول اعرف كيف كان رد فعل الناس البسيطه الناس اللي بتسمعك انت عارف اول ما قبض علينا يعني اول يعني قضيه القرآنيين <applause> كان سنة 1987 كانت القضية رقم 567 56, 5 6 7 على حسب ما أتذكر يعني. كان من ضمن الناس الموجودين معايا أطباء نائب رئيس كلية الصيدلة عميد كلية الصيدلة محامين وفلاحون <applause> يعني لأن هو أصلا الموضوع إيه؟ الموضوع بغض النظر عن الشهادات وكذا وكذا انت راجل بتفهم ولا لا؟ مم. يعني انت راجل بتفهم تتقبل تشوف الصح ولا لا؟ آه كان في ناس آه فلاحين في بلد اسمها كومبيرا كان اتقبض آه على ناس كتيره من من منها آه وفلاحين يعني آه كده لكن ما شاء الله العقول بقى كويسه كده فاذا رجوعا السؤال كان في ناس في المساجد بتتقبل فكرك وما آه طبعًا ما بيضربوكش مثلا او يطردوك من المسجد لا هو طبعا جرت محاولات كثيره لاغتيالي مش لمجرد يعني جرت محاوله لاغتيالي في طنطا بعد ما ما سبتها جم عملوا مناظره ودعوني ورحت وكانت بقى مؤامره للقتل يعني واتعملت مؤامره برضو اخرى كنا عملنا مسجد في منطقه الصحفيين في الدقي عملنا مسجد احنا اللي عملناه مسجد للقرانيين اه مسجد اهل القران كان اسمه مسجد الفرقان مم. واحنا اللي صرفنا عليه وبعدين بعد كده جم بقى الامن الدوله مع الناس وبتاع وطردونا منه وبين بعد كده عملوا برضو مناظرة تعالى وعمل مناظرة وبتاع وجوني من البيت عشان أعمل مناظرة وأنا كنت عارف إن يعني كنت طلعت من البيت في المرتين دول كل مرة أطلع يعني أنظر لأولادي على أساس إن أنا جاز مش عارف أشوفهم تاني لكن لما كنت أتخلف يعني عن الحضور يعني ففي اليوم ده كان في واحد ملازم ليا بيسجل لي وهو امن دولة وانا عارف انه امن دولة هو عارف ان انا ان هو ان انا عارف ان انا عارف لكن انا استطعت ان اكسبه من الداخل يعني ما هو طبعا شايف انا عايش ازاي وشايف ان انا كسبت فهو انا ك... يعني كسبت ولاءه من الداخل فهو الذي حماني في اليوم ده كانت في مؤامره فعلا للقتل وهو اللي حماني وجاب أنقذ. ابنه اه جاب ابنه وابنه خدني ساعه الضربه وبتاع ومش عارف ايه و آه انقذني يعني آه. إذا كان في مصطفى محمود التربيك والغزالي أيضاً؟ و... آه الشيخ الغزالي له قصة يعني، الشيخ الغزالي يعني البداية أن هو جه في مجلة المختار الإسلامي بعنوان أغيلمة العلم يعني يعني غلام صغير عمال حتى <applause> مش غلام ده ده ده, ده حتى <applause> يعني وبعدين هو في طبعا ليه أصدقاء من أهل القرآن يعني, يعني يكتبون إيمانهم ويعرفوا الشيخ الغزالي ولهم تاريخ <applause> معاه فقالوا له أنت يعني أنت بتهاجم الجدع ده ليه طب مش الأول فأرى لي وابتدى يعني ابتدت تظهر يعني التأثر في الكتاب اللي هو طلعه اللي هو السنة بين أهل الفقه واهل الحديث. طيب هجم عليه بقى هجوم شديد. امم. فلا ان اللي... رغم نفس الكاز آه, اه بس طبعا يعني هو الكلام بتاعه يعني كتابات الغزالي الشيخ محمد الغزالي كلها كتابات سطحيه يعني. آه يعني كتابات ادبيه سطحيه جميله مم. يعني مش كتابات علميه بحثيه يعني. آه فهو يعني فوجئ بقى بان ازاي عيالي يعني كده فابتدى يتقرب اكثر آه كانت آه كانت في رساله دكتوراه في دار العلوم عن علم الحديث في القرن السابع الهجري ورسالة قد كده يعني حمل وبعير كما يقولون فهو هم جابوه يعني اختاروه عشان خاطر يناقش باعتباره ان هو راجل مؤلف كتاب في <تصفيق> السنه <تصفيق> فهو يعني وقع في حيصه بس ما يعني من الحاجات دي لصديق مشترك يعني برضه قراني يكتم ايمانه وقال فجابها لي فانا في ساعتين آه يعني عملت نقد نقد لمنهج الرساله منهج الباحث ونقد للتفاصيل وصفحتين ثلاثه ودتهم الشغلة الغزالي بقى يعني يعني ناقش الرساله واصبح هو النجم الاعلى وخد كل الكريدت يعني في هذا ما فيش مشكله وبعد كده رد لي الجميل آه بكتاب اللي هو تراثنا الفكري. اه الثلاثه فكرة ايه هو بالظبط ايه اللي في الكتاب؟ هو كتاب طبعا كتاب برضه سطحي جدا في كل حاجه آه لكن هو جه اول حاجه نشر آه مقاله لي كنت انا نشرت مقاله في الاخبار بعنوان آه ليس دفاعا عنه لكم <applause> فهو راح ناشر المقاله هنا وكتب في اولها كلام حلو جدا عنه. حلو <applause> آه, اه بعد كده في آه نهايه الكتاب آه هو كان استصدر فتوى من الشيخ المشد اللي هو كان رئيس الفتى الفتوى هم الاثنين اصدقاء م. بان من انكر استقلال السنه بالايجاب والتحريم لا يعد كافر م. يعني من ينكر السنه مش كافر بس الشيخ المشد خوفا من يعني من مغبه هذه الفتوى مش راضي يطلعها مش, مش, مش في عرفيش. المجلد يعني في الاصدارات بتاعت الفتاوى بتاع عنده فالشيخ الغزالي بعد خد منه تصريح ونشر الفتوى دي في هذا الكتاب مم. فاعتبر ده يعني محاولة للصلح والتقليد وفعلا جرت محاولة للصلح والتقليد التقليد آه والتقليد بيننا وبين بعض يعني وهذا لم مانع فيها لغاية لما جه قتل الراحل فرج فودا وكانت بقى العار الكبير الذي وقع في شيخ الغزالي وأنه دافع عن القتلة وكده فهاجمته هجوما شديدا وانقطع بقى ال نعم ايه رايك في محمد شحرور الدكتور محمد شحرور منهج منهج مش في, في الشخص انا عارف نحن نحترم كل الاشخاص انا المنهج بتاعي مختلف مم. انا المنهج بتاعي منهج بحثي مم. وده شغلي يعني ده تخصصي من اول ما يعني ما تخرجت في الازهر ويعني منهج بحثي سواء كان في تدبر القران بمنهجيه بحثيه او في البحث التاريخي بمنهجيه بحثيه وليا طبعا مؤلفات في كافة نفهم القرآن ولي وأنا في الأزهر وأنا في كلية اللغة العربية في قسم التاريخ والحضارة عملت ثلاث كتب في منهج البحث التاريخي والبحث في مطار التاريخ الديني دراسة عملية والتاريخ والمؤرخون كتابين دراسة في المؤرخين ومنهجهم ودراسة في المادة التاريخية. وبطبعا بالاضافه الكتاب المجتمع المصري في عصر السلطان قائد باي عملت فيه مقدمه كبيره جدا عن علم التاريخ فهو المهم يعني المنهجيه عندي انا م. انا لا الوم الاخرين الاخرين مش تخصصهم فالاخرين طبعا بتظهر لهم حاجات بيعملوا حاجه الى اخره انا احترم هذا لكن لا وقت عندي لان اقرا لهم طيب هل تعتقد في في واحد في المغرب كتب نهاية البخاري نهاية أسطورة. وفي هجوم على البخاري من البعض لكن في بالمقابل دفاع شرس على البخاري طلع واحد شيخ اسمه شيخ وسيم يوسف وهجم ايضا لانه انكر بعض بعض الاحاديث حتى ما انكرش كل الاحاديث وهجم بشكل شديد جدا والازهر الان من اكبر المدافعين عن السنه وبالضبط عن البخاري يعني البخاري بيعتبروه حصن منيع لو سقط سيسقط الاسلام بسقوط البخاري هل تعتقد انه حققتم اي شيء او هناك على الاقل في تقدم ام لا زال ندور في نفس المكان اللي ابتدانا فيه؟ لا 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 هو شوف يعني تظل الشخصيه مقدسه الى ان ياتيها نقد. فاتيها نقد فالقدسيه بتسقط شيئا فشيئا. المشكله في ايه؟ المشكله ان الذي يدافع عن البخاري لا يدافع عن البخاري، هو يدافع عن نفسه. ازاي؟ ازاي؟ يعني هو طبعا مثلا شيخ من المشايخ طول عمره بيكتب بدافع عن البخاري وبيتبادل البخاري زي مثلا احمد عمر هاشم يقول لك من كذبه البخاري فلا تباوى مقعده بالنار. ليه؟ لان هو حياته كلها في تقديس البخاري. فتيجي في الاخر تطلعه حمار هو لا يرضى بهذا. ما هو اما اذا وافقك يبقى معنى كده ان هو يعني طلع نفسه حمار. فلا بد ان هو يقف صلبا في دفاعا عن نفسه هو وليس دفاعا عن البخاري. امم. عن تاريخه يعني. اه 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 هو ده الموضوع كله، الموضوع كله ان الازهر وسائر المؤسسات الدينيه السنيه او الصوفيه او الشيعيه كتبت وقالت ودافعت وقفه صامده، في واحد ينتقد هذا هم ضده دفاعا عن انفسهم، طبعا مش هنقول برضه دفاعا عن مكاسبهم. عن مراكزهم عن الى اخره يعني يعني الموضوع تالي كمان لكن في دول الان يعني بتحمي البخاري الامارات ايضا بتدافع عن البخاري في مصر بيدافعوا عن البخاري يعني البخاري وكانه جزء من مقدسات الدوله احيانا المستبد لابد ان يحتاج الى كهنوت ديني يعني في دوله دينيه زي مثلا الجمهوريه الاسلاميه في هي دوله دينيه والمرشد العام اللي هو الفقيه بتاعها هي يعني ولاية الفقيه في دول زي السعوديه ودول الخليج هي دول الملوك فيها يستندون الى الكهنوت السني الوهابي الموجود في مصر العسكر يستندون الى الازهر والازهر من اول ما انشئ هو الازهر يعني انشئ ظهيرا للسلطه الفاطميه وبعد كده اصبح في لما يعني يعني <applause> اوقفه صلاح الدين الايوبي واعيد في عصر السلطان الظاهر بيبرس اصبح معاضدا للدوله المملوكيه وبعد كده هو معاضد لغايه دلوقتي للسيسي اللي موجود الشيخ الازهر يعني لا يتحدث اطلاقا عن اه اضطهاد المسيحيين في مصر اه لا يعني لا يشجب اغتصاب البنات المسيحيات في مصر لا يعني لا يشجب الهجوم على الكنائس او اخراج الناس المسيحيين من بلادهم بلاد. اه لكنه يقف صلبا في الدفاع عن داعش اه يقول ان داعش من اهل القبله وهو لا يكفرهم بينما يكفرنا نحن <applause> ونحن مش من أهل القبلة ونحن من أهل السيمة <applause> فهي ده الموضوع كله إيه؟ موضوع إن كهنوت يتحالف مع مستبد، ونحن ضد الاثنين نحن ضد الكهنوت ونحن ضد الاستبداد نحن مع المستضعفين في الأرض مش نادم على القرارات اللي اتخذتها وبسببها الآن لا تزور مصر وفي الغربة و... وربما تموت خارج مصر فمش نادم على كل التمن لا الحمد لله انا اعتبر نفسي ان الله سبحانه وتعالى نصر علي يعني احنا انظر نفسي سنه 1977 وحيدا في جامعه الازهر الذي ينتقد البخاري وينتقد كذا وكذا وفي مواجهه الشيخ عبد الحليم محمود الامام الاكبر امم الشيخ الازهر في الوقت ده وانا يعني كنت امشي اتلفت حولي وكنت لما اروح للجامعة زي ما كنت رايح اخلع درس يعني شوف الغربة لغت فيه دلوقتي الحمد لله دلوقتي اصبح الاف من الناس بيهاجموا البخاري والاف من الناس بينتقدوا الاحاديث والاف من الناس كده و يعني يعني ديفرنت ليفلز يعني مستويات مختلفه منهم اهل القران اللي هم احنا منهم ناس اللي هم بيقول لك ماشي اذا كان حديث اوكي ماشي مع القران زائد ما فيش معنى ناس شكلك المناهج بتاع الازهر يعني طبعا على حسب ما بتشوف بقى الاساتذه المحترمين اللي هم في نفس الطريقه يعني. لحد الآن لا يسمحون لكم بالظهور في الإعلام يعني مؤخرا حصل معك مشكلة في أحد البرامج وتم يعني بعد ما عرض عصير الكتب بعد ما عرض في تم الهجوم عليك وتم سحب الحلقة وتم تقديم اعتذار وتم يعني إلى الآن إلى الآن أرى أنه يعني عليكم على الأقل في حصار يعني ممنوع أنه يطلع كلامكم على القنوات اللي ممولة من طرف دول تحترم السنة يا على هذا الأساس أنا ممتن لك هذا أنا ممنوع أن أنا يعني ممنوع أن أنا أستضاف في أي قناة تبع الدول العربية يعني ممنوع وحتى لما غامر الاستاذ بلال فضل واستضافني في الثلاث حلقات الاخيره في البرنامج اللي هو قال بعد كده مش هيطلع حدث ما حدث يعني البرنامج اذيع في رمضان ثلاث حلقات وبعدين الاسبوع اللي فات شالوا الحلقات كلها شالوا الحلقه الاولى وبعدين شالوا الحلقات الثانيه ده كله عشان خاطر ايه حاجات كثيره بس اهم شيء ان هو لما استضافني الاستاذ بلال فضل طبعا هو عايز يناقش بقى حياتي واناقش مؤلفات ده الموضوع عايز قرون من ال... طبعا كثيرة. <applause> <applause> ف... فانا قلت ان انا يعني انتهز الفرصه واقول يعني اخر ما وصلت اليه فدخلت في الخلفاء الراشدين وطبعا ليا كتاب اللي هو آ... المسكوت عنه من تاريخ الخلفاء الراشدين وقلت بقى الخلفاء الراشدين دول كانوا وده فعلا دول كانوا جواسيس لقريش اتبعتوا واصهروا مع النبي محمد وربنا اشار اليهم في سوره الايه 101 من سوره التوبه وقلت بقى يعني يكفي جدا قلت يكفي جدا مثلا عمرو بن العاص لما راح مصر وفتح مصر طبعا ده اعتداء يعني ضد الاسلام على الاطلاق لكن شوف هو عمل ايه؟ يعني هو راح وساح جنوده في القرى المصريه يسبون الفتيات وبعثوهم لعمر بن الخطاب وعمر بن الخطاب رفض ارجاعهم فقلت أن هناك تاريخ مسكوت عنهم مش بتاع بالمناسبه انا يعني دلوقتي يعني جوزت السبعين بكم شهر يعني انا اتمنى وانا عندي مشروع اسمه مشروع تحويل التراث الى دراما اتمنى ان نخرج يعني تخرج دراما يعني تاخذ مباشره من كتب التاريخ اللي هم متفقين عليه م. يعني ما فعله الخلفاء او يسمون الخلفاء الفاسقون ما فعلوه سواء كان في الخلفاء في ابو بكر وعمر وعثمان وعلي او الخلفاء الامويين ده فضايح م. وموجوده وهو بيبلغ بها يعني تبلغ بها يعني اكثر من الدراما التي ممكن ان تتخيلها م. فهو ده التنوير يعني حاليا يعني حاليا احنا دخلنا في القريه الكونيه الدراميه يعني نتفليكس وغيرها وغيرها عاد بال... يعني الانتاج بتاعها بي... بيصل الى اخر العالم كله م. فهو انا في اعتقادي ان الخروج من هذا المعتقد والكلام عن الناس المستضعفين سواء كانوا اقباط او غيره او غيره حاليا او في التاريخ القديم حين يتحول الى دراما فسيكون له تاثير تنويري كبير خليني ارجع للازهر الازهر اللي لا زلت تقول عن نفسك انك ازهري والازهر من الحراس الكبار للسنه، إيه رايك في الازهر دلوقتي؟ يعني الطريق اللي ماشي فيه الازهر، الحاجات اللي بيمثلها الازهر اليوم، اتكلمت عنه باختصار لكن حابب يعني نظره تقييمك للازهر. الازهر هو انعكاس للسلطه. لانه ظهير له. هو دايما ياتي في المؤخره في اي شيء، يعني لما يبقى الشيء قضيه ما اصبحت مقبوله اجتماعيا يجي في الاخر الازهر ويرضى عنه، لكنه لا يبادر باي شيء. م. هو بالضبط زي العسكر. العسكر برضه ما يعملوش حاجه الا اذا كانت يعني ايه يعني فيما يخص الناس يعني. فالازهر دلوقتي في أسوأ حالات بالضبط زي, بالضبط زي الوضع السياسي و... لمصر م. يعني شوف انا دايما بقول هناك دولتين حقيقيتين في المنطقه ايران ومصر ما بينهما مشروعات دول او دول مؤقته يعني دول تقوم وتسقط سواء كان في الشام والعراق او في الجزيره العربيه آه دول تقوم وتسقط طبعا اتفاق السياق بيكو هي اللي اتعمل عليها الدول الموجوده دلوقتي وتعامل اسرائيل وتعامل دوله السعوديه 1932 والدول التي تقوم ثم تسقط لمنطقة ترانزيت يعني لابد ان تتكئ على دوله راسخه فعندك دولتين راسختين ايران ومصر فعبد على سعود لما أقام الدوله السعوديه الثالثه اللي هنا اتكأ على مصر، لأن مصر قبل كده يا أسقط الدولة السعودية م. الأولى سنة 1818. أه لما أه مشروع عبد الناصر أه مشروع عبد الناصر كان يغير السعودية، كان يعني عامل أمراء أحرار في داخل ال... كان م. يغير المنطقة. أه وكان طبعا ضد أمريكا وكذا وكذا إلى آخره وما تعجبت إلى آخره. و... لما سقط المشروع الناصري سقطت معه مصر. سقطت معه مصر من الريادة. من يعني 67 وبعدين بعد كده السادات تحالف مع السعوديه ومع كذا واصبح تابع دلوقتي لما تقزمت مصر الاقزام <applause> طلعوا على اكتافها سواء كان القذافي سواء كان صدام سواء كان دلوقتي حاليا اصبح بقى يعني ابن سعود او يعني الامير السعودي <applause> <applause> او محمد بن زيد الاقزام دلوقتي هم اللي عايزين يطلعوا فوق مصر ضد ايران. فالازهر هو بيمثل هذا بيمثل هذا السقوط. يعني مصر سقطت سياسيا وما عادش لها رياده في اي شيء لا في الفن ولا في غيره ولا في غيره واصبحت تابعه لمن يدفع اكثر. مم. يعني اخاف ان يجي وقت من وقت تبقى تابعه لموزمبيق. طيب <applause> <applause> هل تعتبر أن السعودية من بين المؤثرين على مؤسسة الأزهر لأن السعودية بتعطي أموال ضخمة يعني هائلة للأزهر شوف أخطر من حكم السعودية بعد عبد العزيز آل سعود هو كان الملك فيصل والملك فيصل هو الذي نشر الوهابية في الغرب في م. أمريكا أو في كندا وهو الذي أكد الوهابية في مصر هو يعني الذي آه انشا جامعة آه فرع جامعة الازهر آه في اسيوط وعمل اسيوط منبر للتطرف وده سبب اللي بيحدث في الصعيد كل بسبب جامعة الازهر آه فرع جامعة الازهر في اسيوط وهو ال... يعني بتاثيره تشجع الشيخ عبد, عبد الحليم محمود ووسع التعليم الازهري الابتدائي والاعدادي آه والثانوي وانشا جامعات اقليمية كثيرة جدا جدا واصبح التعليم الازهري تعليما موازيا يخرج يعني مشروعات لارهابيين لنتذكر انه هو يعني كان في اوائل القرن العشرين كان كل يعني كان الازهر عباره عن ثلاث اربع كليات وله بس يعني في معهد اعدادي معهد ثانوي معهد ازهري يعني في القاهره واخر في الاسكندريه واخر في طنطا ومن بعد كده واحد في الزازي لكن لا الان امبراطوريه لا يقضي الان امبراطوريه، عاد دلوقتي في كليات اقليميه في قرى يعني فده كله يعني نزل مصر الحضيض انا في اعتقادي وقلت الكلام ده كتير انه لا يمكن ان تنهض مصر وهي تحمل فوق كاهلها الازهر بحالته العاديه. وقلت في حوار مع بعض الصحف المصريه القريبه من السلطه قلت لابد من أن يعود الأزهر إلى ما كان عليه قديما مجرد جامعة مجرد يعني إنجيوس يعني جمعية أهلية تأتيها التبرعات ويعني لا سلطان لها يعني ويكون التعليم التعليم كله تعليم واحد مفيش في بقى أزهر ما فيش فيه أزهر يخشوش الأقباط لا التعليم يكون كله واحد تعليم مدني يعني قلت هذا إيه رأيك في قيادة الشيخ طيب للأزهر؟ يعني بغض النظر عن اشخاص يعني هو انا في البرنامج اللي هو بتاع عصر الكتب قلت يعني من ضمن الخرافات اللي احنا عشان على ان يقال عن شيخ الازهر هو الامام الاكبر طب كان هو الامام الاكبر وما النبي محمد هو الامام رقم كامل يعني <applause> وان هو ابو حنيفه هو الامام الاعظم وان الازهر هو مناره الإسلام طب وقبل كده الإسلام مش كان يعني في شوية خرافات عشنا عليها ونرددها وحتى دخلت في القانون م. يعني أقول لك في القانون يقول لك الشيخ الأزهر الإمام الأكبر آه يعني بغض النظر يعني عن كذا هو يعني الرجل هو مناسب لل... للمرحلة للمرحلة يعني نعم. يعني هو آه أهم شيء أن الشيخ ال... الشيخ السيسي الشيخ السيسي اللي هو الرئيس السيسي يعني بيفهم في الاسلام اكثر من شكل اساسي. <applause> الحقيقة... ماشي <applause> 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 لا حقيقه ازاي؟ لا حقيقه يكفي انه هو بيحرجه في المؤتمرات عالميه. هل تعتقد انه في بينهم فعلا كما يقول الناس في بينهم يعني نوع من التوتر بسبب الموضوع؟ اه لا شك في هذا. يعني هو السيسي اول ما طلع طبعا له كتاب اسمه يعني شاهد على بضعه اشهر من حكم السيسي. لما اول ما طلع طبعا كان من ضمن الايام السعيده في حياتي أنه هو سقط حكم الاخوان, وتبشرت خيرا ب يعني بمجيسي خاصه أنه هو ابتدى يقول لك يعني اصلاح الخطاب الدين وابتديت اكتب واوجه رسائل الى اخره وبعدين بعد كده اتضح انه كله كل كلام يعني انه لو اراد انه هو يفرض شيء هيفرضه لكن هو در الرماد يعني في العين. من غير اه يعني فعرض انه مجرد يعني كلام يرضى به الغرب اه يعني فقط يعني لكن م. هو آه ليس جدا في هذا م. الشيخ آه البعض بيقول انه هو جاد لكن يجد مقاومه شديده لا لا لا, لا هو اللي بيسجن كل مئات الالوف من الناس وبعز وبيقتل هو هيكفن حد لا م. لا, لا. هو الموضوع ايه؟ الموضوع ان هو آآ آآ الشيخ احمد الطيب طبعا ليس عيبا فيه ولا حاجه، مجرد حقائق يعني هو الشيخ محمد الطيب احمد الطيب يعني جاء به جمال مبارك وعملوا عضو في لجنه السياسات. ومن بعد كده عملوا رئيس الجامعة ومن بعد كده لما مات السيد طنطاوي عملوا شيخ اسعد. وهم اللي عملوه كده. مم. الشرطة التي لازم عمل لا ذنب له فيها مم. هو ضحية النظام آه, 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 اه يعني هو آه هو اختير اللي كان كذا وكان بيلبس بده زي حالتنا كده بس هو اوسخ اكثر وسامه مني يعني <applause> فلبس عم واطلق هو ده النظام يعني هي الدوله العسكريه او الدوله المستبده هي يعني تحتاج الى يعني الى انها تلبس ناس ده يلبس يبقى شيخ ده يلبس يبقى قسيس ده يلبس يبقى كذا عشان خاطر اي دوخه إيه مشاريع القرآنيين المستقبل يعني أنا أتمنى أن أن ينفذ ولو حتى في حياتي ثلاث أربع حاجات من الحاجات الدرامية يعني أنا عندي عندي مشروع من ضمن الحاجات حاجة اسمها مجالس ابن ابن إياس ابن إياس كان مؤرخ وعاش مات وعنده كم 80 سنة وتفرغ للتاريخ وكان بيعقد مجالس للمناقشة التاريخ فأنا عملت عشر حلقات وكنت قدمتهم للتلفزيون المصري باسم ابن محمد محمد احمد ووفق عليها من الرقا. أحمد من الرقابه لما عرفوا ان ان أحمد صبحي مصري مين اللي وراها؟ فمنعوني من دخول المبنى اصلا يعني عشر حلقات يعني ده حلقات ممتده يعني هو بيجي بيحكي ويتناقش فالحلقات عبارة. مثلا في التاريخ اه في التاريخ اه فطبعا الحلقات اللي انا العشره كنت كتبتها يعني من الحاجات اللي مش فيها اصطدام يعني لكن فيما بعد بقى نناقش بقى الحاجات الاساسيه نناقش مثلا اضطهاد الاقباط في آه العصر عصر عمرو بن العاص في العصر الاموي في عصر كذا وعصر كذا نناقش فيها كل المسكوت عنه يعني من هذا يعني فده مهم جدا طبعا عندي حاجات تانية عندي حاجات تانية تراثيه وحاجات تانية عاديه الى اخره آه مفروض ده اللي انا اتمنى وخاصه احنا عندنا شركه اسمها شركه ابن رشد ميديا ومحمد ابني واخد ماجستير في الانتاج السينمائي لكن هو كل الموضوع اللي يلزمنا يلزمنا حد يخش معانا يعني براس مال يعني وده بزنس يعني ده بزنس مربح يعني في يعني التنوير في نوعين في الحرب الفكريه اللي احنا بنعمل، انت بتعملها وانا بعمل م. انا بعملها من خلال برنامج مثلا لحظات قرآنيه ومن خلال برنامج فتح السلفيه في القناه بتاعتنا قناه اهل القرآن احمد صبحي منصور على اليوتيوب. م. في الحرب الناعمه وهي الاشد تأثيرا اللي هي الدراما اللي بيقعد لك قدامك المشاهد ومستعد لان يتلقى منك اللي انت عايزه. م. فانت بتديله الدراما وتحط فيها اندايركت الرساله بطريقه غير مباشره وفي دراما تجذبه وتأثر فيه وده اللي عملته السعوديه لما في الحالات ال الأفلام والمسلسلات التاريخيه يا قوم حتى في الرساله فيلم الرساله واحد آه منها يعني اه, آه. يعني ده كله ده آه هو أثروا في الناس آه. صحيح انا يعني انا اتساءل واتعجب ويرتفع حاجب الدهشه عندي لماذا يسكت المتنورون عن استعمال سلاح الدراما في التنوير لانهم لا يمتلكون مصادر <applause> المالية طيب هناك برضه من يمتلك يعني هناك <applause> من يمتلك يعني هناك من هو صاحب <applause> مصلحه في الاصلاح يعني نعم طب هل عندك امل انه سيتم اصلاح الاسلام؟ آه الاسلام دين الاسلام دين هو بالنسبه لنا القران آه زي مثلا آه اصحاب الديانات الاخرى في دين لكن التطبيق التطبيق بقى بتاع البشر انا فهم انا فاهم انا حتحاورنا كتير في هذه المساله خلينا نقول الاسلام بشكل الحالي المسلمون يعني انا اتحفظ اقول للمسلمون المسلمون بص حولك انا في اعتقادي لاصلاح حال المسلمين لابد من اقامه دوله حديثه الدوله الحديثه ايه تقوم عليه على حريه الدين نمره واحد الدين ليس من مسؤوليه الدوله يعني دون حرية دينية إطلاقا ما فيش خليني أزعل خالص يعني. م. إطلاق م. يعني ليس من وظيفة الدولة إدخال الناس الجنة ديت مهمة الفرد وده اللي ربنا من هتدي فأنا مهتدي لنفسه دي مسؤولية شخصية الدولة مش لها دعوة أن أنا أخش الجنة وأخش النار هي تخدمني م. بغض ف... النظر عن أنا اختار لا. إيه بالضبط زي ما المثل يعني الكلمه الحلوه جدا الجميله جدا الدين لله والوطن للجميع ده حقوق المواطن وفي في نظري انا اقول دايما ان الوطن مش المكان فقط م. الوطن هو الانسان يعني مصر 100 مليون فالوطن بيتقسم على ال مليون دول بالمساواه المطلقه م. لا فارق بين مسلم او مسيحي او ذكر او انثى او صغير او كبير او غني او فقير الى اخره ده الوطن م. فديت يعني بعد كده بقى طبعا آه يعني الحقوق السياسيه أو حقوق الانسان الى اخره الاجتماعيات الاقتصاديه لكن اهم شيء بتبدا بالحريه الدينيه. أمم فدون دون هذه المبادئ ما مش شايف شيء خلي خلي ده يعني مؤاخذة سيب كلمة الإسلام عنها إحنا عايزين دولة حديثة ديمقراطية في في البلاد وشايف ده إنه ممكن يحصل في ال... هو كان ممكن يحصل في مصر كان ممكن يحصل في مصر لولا قيام عبد الناصر والدوله العسكريه ما لولا دي هي مشكله يعني آه آه ما كان ممكن, هو... ممكن يحصل في العراق لولا اه اه ما ممكن هو ممكن يحصل في كذا لولا هي ما هي دي المشكله يعني المشكله في ايه ان مصر شهدت نوعا من الليبراليه من 1921 ل 1952 في الليبراليه ديت دي يعني ظهر طه حسين وظهر مصطفى عبد الناصر وظهر كذا وظهر احمد امين وز... يعني وظهر قاسم امين و... الناس دي كلها وكان العصر يتقبل وظهر الاخوان يعني صبح لهم الظهور صبح لهم الانتشار طبعا ده استحاله يحدث فيما بعد لكن ده المناخ الليبرالي كان موجود ودستور 1923 او 21 مش فاكر ده لم تصل اليه مصر حتى الان م. يعني حتى بعد كده اتغيرت 1930 تخلفت يعني تخلف يعني. بعد كده مفيش في دستور ده كلام معاك اللي موجود وحتى اذا كان موجود ما هو الرئيس ذاته هو اللي بيخالفه بي بي عادي جدا يعني فهو لنفترض ان لم تقم ثوره 23 يوليو او انقلاب 23 يوليو كانت مصر ستتقدم اكثر. الدول الملكيه التي لم تحدث فيها ثوره سواء المغرب او الاردن فيها رخاء اكثر وفيها استقرار اكثر لان ما فيهاش مشكله في تداول السلطه. ده الملك وبعدين ولي العهد. لكن انت عندك في الدول اللي هي جملوكيه جمهوريه ملكيه جملوكيه تعبير سعد ابراهيم بتبقى مشكله بيظل صاحبنا في السلطه ومفسدته تظهر بعد كده يخاف انه هو يسيب السلطه فيجيب ابنه ويجيب اخوه زي ما حصل مع مع بشار الاسد تولى ابوه زي ما حصل مع مبارك وكذا زي ما حصل مع يعني مشكله تداول السلطه ممكن بعدها الدوله ذاتها تسقط نعم. كما سقطت دولة الصومال نعم. كما سقطت دولة ليبيا يعني اليمن بعد علي صالح فدي المشكلة يعني عشان خاطر كده انا اقول ان الاصلاح ممكن في الدول الملكية نعم. أنا فيها استقرار اما الدول الجمهورية دي لا استحالة كلمة اخيرة لجمهورك من المسيحيين والمسلمين وملحدين ولادينين دينين ولا ادريين وكل الجماعة اللي بيشوفوك يعني نحن كلنا اخوه في السلام. م. وارجو يعني ان يكون الجميع معي في حريه الدين. م. حريه الدين واحترام الانسان. يعني كرامه الانسان. ديت اهم شيء. يعني ولقد كرمنا بني ادم فكرامه الانسان دي اهم شيء. يعني انا عانيت كثيرا من من الاذلال ويعني المهم. فانا لا اريد لاحد ان يحدث له ما حدث طيب انا اشكرك دكتور احمد صبحي منصور على انك شرفتني في هذا في هذا اللقاء وبصراحه انا اقولها ايضا في اخر الحلقه. اقدرك جدا لانك ضحيت من اجل مبادئ وانا احترم الناس اللي عندهم مبادئ. كيفما كانت هذه المبادئ حتى لو اختلفت معها خصوصا المبادئ التي لا تؤذي الناس ليس فيها عنف، ليس فيها تحريض على قتل ولا على كراهيه ولا على اي شيء. انا احييك واتمنى لك يعني مسيره موفقه. ان شاء الله، ومشاكرين جدا وانا يعني بنفس قدر وأكبر احييك وانا ممتن لك على صداقتي وادعو لك بالتوفيق وبالسعاده الزوجيه. شكرا. <applause>